السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا في تجديد حلقة جديدة عن لعبة جديدة اسمها إينو 1800. هي لعبة سيرفايفر وبناء مدن، لعبة جدا ممتعة وجدا جميلة، وطبعا هي قديمة ما هي جديدة. هلا خلينا نبلش بالفيديو ونفرجيكم شوية تفاصيل وشو هي المدينة وشو هي اللعبة بشكل عام، وأفشح لكم عنها وشلون حصلتها. يلا بينا. طبعا هلا نبلش بلعبة اسمها إينو 1800. طبعا هي لعبة من شركة يوبي سوفت، ما عنها من 13 14 15، خلال 3 أيام ممكن تلعبها بشكل مجاني، حقا يمكن 10 دولار 15 دولار أتوقع بهالقدر. طبعا احنا نبلش لعبة جديدة ونفرجيكم شو هي اللعبة. طبعا هون اعطيك نوعين، فكاتبيني رامبر انه تبلش بهذا النمط. طبعا هي لعبة، اللعبة اونلاين مع ناس تهاجمك، ناس اللعبة هي مبدأها انك تبني حضارات، تجهز دولة، تجهز شغلة جدا جميلة، يعني تعمل مدينة وتعمل حضارة وتجيب ناس تشغلهم عندك، تبلش تكبر مدينتك وتطورها وتبلش تحارب وتحتل الدول الثانية. المهم بالبداية انت حتبلش بمثل لعبة ما بعد الكارثة، هتبلش انت بشوية ادوات بسيطة وتبلش تطور نفسك وتطور الآلية اللي تعمل كليتها عندك. طبعا هون انت اول شي تختار الشخصية، انا حبيت هاي الشخصية اول شي. هون لون الشعار تبعك، انا اختار في هذا الاسد او هي حلوة مع لون ازرق، تيجي كتير جميلة. تمام، هون اكتب الاسم. طبعا هون طبعا مثل ما انتم شايفين هون عندك 3 انماط، اللي هو نورمال والادفنت والاكسبلورت، المسار شلون تبلش فيها وكل شيء. فنحن ناخذ ابسط شيء. هون تقدر تعمل كوستوم، يعني شيء على خاص، شيء بيناسب لك. طبعا هون هذا لاني نورمال فيه كتير تفاصيل لدى، انا شفت ناس كتير نزل عنها واللعبه كتير خرافيه، يعني حتى بالجيمز عاملين تخفيض عن اللعبه وكاتبين اذا انت ما لعبت اللعبه لحد الان فليش غريبه، يعني شلون انت لحد الان ما لعبتها. المهم صار عندك فرصه انك تقدر تجرب اللعبه 4 5 3 ايام. طبعا هو 13 خلص لانه رح تشوف الفيديو تكون خلصان. المهم مثل ما انكم شايفين، طبعا انا ما بدي اخذ حكي لان انا سمعته اساسا وبفهم كله. هون في عندك مثل شان سفن مشان شغلات، المهم احنا فيها، نحن عندنا هون اهم شيء رح اشرح لكم امشاشه الواجهه حتى تفهموا شو هي اللعبه. طبعا مثل ما انكم شايفين هون عم يعطيك انه مثل مهام كويستات، انه ايش لازم تسوي ايش لازم تبني. هون في عندك بنعطيكم لمحه بسيطه ايش موجود عندنا على الشاشه. طبعا مثل ما انكم شايفين وش هون الوقت، نفس لعبه ما بعد الكارثه اللي تتذكروه كنت العبها، بس هون الجوده افضل. انا جربتها، انا ما شفت ما جربت ما عرفتها، فقلت لازم اجربها. نفس النظام تمام، بس ولكن هون جودة افضل بكتير. هون في عندنا مؤقت الوقت، هون نهار، هون يمكن جودة الاتصال لانهم بتصل اونلاين. هون في عندك انت بناء الحضارة، لان كل ما تطور تقدر تشتري شيء جديد تتوسع فيه، وهذا بعدين احنا نحكي فيه. هون مدى سعادة الناس، هون في عندنا الخشب، شد عندنا خشب، هون شد عندنا حديد والستريج شد لسه عندنا. هون في عندنا نحن المدينة 900 شخص تستوعب، لازم نحن نحضر لها. وهون شد عندك شغالين، شد عندك مصاري عم تجيك، او في عندك دخل وخرج وهالقصص هاي، انه عم يجيك مصاري وعم بتصدر مصاري، يعني مثل انه انت موازنه عندك تساوي بالميزانيه، انه عم يدخلك من هالمصاري هل كم عم بتصرف. لازم تخليه دائما يكون قريبه من الصفر او يكون بالزائد يكون افضل. هون ايش قد عندك انت مصاري؟ وهلا بنبلش نبني. اول شيء طبعا انتم كنتم شايفين فتحي لي بس مزرعه. طبعا هو اهم شيء بالتخطيط بالبدايه، انت لازم تخطط المدينه بشكل صحيح حتى تقدر تبني فيها بشكل صحيح. فانا راح ابلش مو بهذا، لا راح ابلش بهذا، لانه هذا بدي اعمل منه 2. هي واحد هون، هي واحد هون. تمام، لا ما غلطنا، مزبوط ما غلطنا مزبوط. طبعا مدى اول شيء خط من هون هيك تقريبا هالقد. طبعا هلا راح تفهموا ليش انا عملت هاي تخطيط هذا الشارعين هيك المستقيمين الطويلين جدا، انه راح يقسموا الارض بشكل متوسط بين هذا الجزء وهذا الجزء راح نبلش فيه. طبعا انا حسب ما شفت الناس مثل ما بتحكي، طبعا هاي نحط هذا الماركت هون، بنحط لا مو هاي، نحط هون بيت. طبعا هون انت في عندك نقطة جدا مهمة، انت لازم دايما توسع البيوت. طبعا ايش حسب ما شفت الناس تعمل هيك. طبعا هو في نقطة مهمة جدا انه نقل البيوت مجاني، هذا افضل اشي، بس ان شاء الله يقدر. تمام، هاي نحن هون صار عنا طرقات. تمام، نحن هي هذا السيستم بدنا نشتغل فيه في البداية، انه لازم نحطه. طبعا هون نحن هنحط بيوت، في عنا ناس هتعنا تشتغل. تمام، وفي عنا هون لازم نحن نوصل الهدف، نوصل للمية شخص. طبعا نحن عنا 24 عامل فلاح او مزارع يسمون، يعني بس هون بالاول راح تكون شوي دقيقة. تمام حلو، هذا اتوقع انه يجمع الموارد. طبعا هنبلش نحن هلا نحط اللي بيشتغلوا بالحجر وهالشغلات هاي، فراح نمشي بس خلينا نحط البيوت مشان ما انساهم. 1 2 3 وبعدين لا.
طبعا هو تنظيم المدن اهم اشي، يعني اذا نظمت صح يكون شغلك كله صح. تمام، لان خلصنا هاي الدرجة الاولى، هلا بدنا نبلش نحن نحط المصادر اللي بطلع منها خشب نبلش فيها. طبعا قبل ما نطلع هذا الاشي انا هنكمل هذول الشغل، انا كل هذا الشغل اشتغلته عشان اسوي هذا الاشي، بس انا كل هذا اشتغلته عشان اسوي هذا الشي. هذا الشي بساعدني انه يخليني انه خلاص انه انا بعرف انه هذا خلاص مستقيم، خط مستقيم خلاص، انا صار عندي مكعبات وبشتغل فيها بضمن هاي المكعبات. تمام، هلا بتعرفوا شو هون قال عمر. هلا نحط نحن هذا هون، لازم نحطه نحن هون على واحدة من الطرقات هيك ما تزبط الطرق بالك. طيب خلينا نبلش نحن هون من الاول، من هون نحط هذا الاول يغطي هاي المنطقة. تمام، مثل ما انكم شايفين. تمام، هلا قايب القسم الاول. طبعا نحن هلا لازم نحط ماكينات، ايش ممكن اي نفتل هاي هيك. تمام، طبعا نحن لما نحط ماكينات تسوي هذول نعطي هون، اتوقع هو لازم تحط جنب كل وحدة وحدة هيك اتوقع لازم. تمام، هذا مثل ستريتش، فنحن نحتاج واحد. طيب خلاص خلينا نحطه هون نشوف ان شاء الله ييسر علينا بعدين نكمل بناء. طبعا نحن عنا للسمك، طلع في عنا شيء للسمك، فخلينا نحط السمك هون. تمام، طيب خلينا نبلش نحن لك نبلش نشتغل بشيء ثاني اللي هو مثل زراعة البطاطا او زراعة اي شيء كان. عرفتوا ليش؟ هي هي عبارة او طول بالك. ايش هو الزرع ده؟ الديبون. ايه خلصت من المحطة الأولى. طبعا هلق نحن نبلش المحطة الثانية اللي هي زراعة او بدنا نعمل مثل مزارع للحيوانات. انه نحن عملنا هذا الجزء هيك، فنحن هنبلش نسوي هذا الجزء هون. طبعا هون لازم انت تشغل المحصول تبعه. حلو، بده خشب ونحن ما عندنا خشب. خلينا نروح نشوف الخشب ايش صاير فيه. عجي ايش صاير معكم انتم؟ تمام، هاي صار لنا 50، بس خلينا نبلش نبني هدول لان هذا الاشي جدا مهم، اهم من اي اشي. تمام، طبعا نحن هون بلشنا زرعنا اثنين بس، عملنا مزرعتين بطاطا. طبعا هو الافضل انه نسوي كل قسم ده شيء مخصص بزراعته. تمام، نحن عنا هون مواشي. هذا المطلوب، نحن ما بدنا اكثر من هيك. تمام، هاي خلصنا من اول موضوع. هلا بنروح على موضوع اللبس. طبعا جهزنا كل شيء. طبعا هون في عنا شيء اسمه اطفائيه، فخلينا نحطهم هون من المرافق. قلنا مثل ما قلنا نحطهم كله. اوه خلاص حطهم هون، يعني يكونوا هذول الاشياء في مركز المدينه. عرفتوا شلون؟ طبعا هون تقدر انت تزرع مثل شيء مثلا هيك مثل وادي وكذا، نبني هذا الاشي. طبعا هلا نحن هلا صار عنا شوية موارد نقدر نكمل فيها الشغل. طبعا نحن هلا بدنا نستنى شوي حتى ينفتح لنا شيء جديد، بس طبعا يبلش السمك يشتغل، كل شيء يشتغل. تمام، حلو. هلا نحن تقريبا تقدر تقول شو هذا. تمام، مثل ما انتم شايفين انا هون حطيت الاساسيات، كنت مجهز المدينه كلياتها على اني مزارع او كمدرجة الاولى، بس ولكن كان في عندي انا خطا ما انتبهت له تقريبا بعد ساعه وساعه ونص من التسجيل، اللي هو ما كان عم يجيني خشب او ما بيجيني مردود. السبب هو انه ستريج انا كنت حاطه باللعب السرفايفر الثاني اللي مثل حكيت لكم ما بعد الكارثه، بحط الستريج وين من كان عمال بيجيبوا له، بس ولكن طلع هون النظام لازم يكون كل ما صدرت مكان تصدير، مثلا مكان جنب الخرفان جنب المزارع لازم يكون في ستريج، جنب مكان الشجر تقطيع الشجر وهدول لازم يكون في مخزن حتى يتخزن فيه البضاعة. طبعا انت ما شفتوني حطيته بنص المدينة. طبعا هذا التشكيل الاساسية مثل ما كنتم شايفينها بالمدينة. هلا انا راح اسرع الفيديو، راح افرجيكم شلون انا بسرعة صرت امشي اللعبة، صرت بنيت كبرت المزارع، كبرت المحل المواشي او تربية الحيوانات. طبعا راح احكي لكم نقطة جدا مهمة مثل ما كنتم شايفين من فوق، المصاري. المصاري بتجيني
عن طريق تأجير البيوت اللي أنا عاملها وتطويرها، وكل ما خمنت خدمات للبيوت كل ما ارتفع أجارها فصرت أستفيد أكثر. وهي المصاري اللي عم باخذها ليش عم بتنقص عندي؟ لأن أنا عندي لما عم بعمل مزرعة وعم بعمل مكانة تربية المواشي وعم بطالع ألبسة وعم بطالع الشغلات هي عم بتتاخذ مني أجور. فلذلك نحن النقطة الأساسية نحن عندنا إياها باللعبة لازم أنتم تعرفوها، إنه نحن نطور البيوت لأعلى مستوى، واحد اثنين نأمنها أكبر خدمات للبيوت حتى نقدر نحصل اكبر دخل ممكن من الطريق من الموازنه بهذا الاشي. بس هذا الجزء حبيت احكي لكم اياه حكي، لانه انا تقريبا ضليت شي ساعتين انا عم بلعب اللعبه حتى يعني وصلت لهذا الجزء لعند ما وصلت لعند العماله. راح اختصر هذا الحكي كلياته وراح افرجيكم لعند العمل ما وصلنا عند العماله، وان شاء الله فيديو جاي نكمل لكم شو صار معنا مع العمال وشو عملنا اكثر واكثر. تمام، واخيرا عرفنا شلون، طبعا انا فتحوا لي باب جديد اللي هو الوركينج، انه شلون اعمل انه افتح شيء جديد يعني عمل جديد. طبعا راح برفع بس هدول البيوت. تمام، بس هون واجهة المدينة لانه مهمة واجهة المدينة، نسوي مثل دولة الصين العظيمة. صار يجينا مصاري، كنا من الكسر صرنا بالزائد. تمام، ممتاز جدا. فنحن لازم ندخل في صناعة أو شغلنا هون على الويركينج على العمال حتى نوسع دائرة العمل بشكل جدا كبير. طبعا أنا بالبداية بس رح أبلش بهدول اللي هي عند المناجم، يعني هن بيكون هاي واحد. تمام، وهذا الثاني يلي معنا غيره. تمام، طبعا هدول لهم بس هدول. ايوه، مصيبة هيك، شلون هذا؟ طيب حلو، طلي هيون طلي هيون. انا راح اقول لكم ايش راح اسوي هون. طبعا هون كاتب لي انه لازم تنتبه ايش لازم انت تعمله بطيب. طبعا انا حسب ما شفت الناس عم يحكوا لي انه حسب الناس ما حكت انه هذا المعمل بده مخزنين تيغ لحقوا له. هاي نمبر 1، خلينا نحط ليش ما بعته. طبعا بالبدايه نحن راح نعتمد على الطريق هيك، لانه انا في عندي خطه تانية اتوقع انه هذول مو غدراني وانتو. تمام، ابني هاد. تمام، هاي هون الشقفه هي حتى لا اسويها مزرعه واسويها اي شيء تزبط معي، يعني ممكن انه نصغر المزارع في طريقه ما انه نلاقي لها دوباره. مو نلاقي لها دوباره، ماكو مشكله على هذا الموضوع. هذا المهم عملنا هذا الاشي هاد. طبعا هاي المركز الاول هون المكان النقانق اللي هو راح يكون تربيه الحيوانات، هاي اترك بعدين بربي. بس راح احط انا على اماكن، هذا اتوقع مثل البوليس، لإدارة المنطقة اتركه بعدين نجهزه هذا الاشي. هلا هون احنا بيلزمنا هي كمان مطاحن ومشان نطلع خبز، هذا الاشي راح نتركه بعدين. طبعا هون في عنا نحن شي جديد تاني مشان نطلع اشرام مشان يلزمونا بكرة لما نسوي غزو على الناس. طبعا هون في شغلات كتير موجودة ما راح حواليا عندي اتركها ان شاء الله بالفيديو الجاي نكملها، راح يكون بكرة، لانه اللعبة جدا ممتعة ما توقعت لهالدرجة هي ممتعة. واهم شيء الجودة، يعني الافكتات اللي هي موجودة اذا انتبهتوا لهون موجودة، شوفوا انه شلون انه الناس عم تتحرك وكذا، يعني مثل تبعت ما قبل العاصفة او الكارثة ما بعد العاصفة نفس الشيء، بس هذيك انه عم يعطيك عاصفة وانت ما بعد العاصفة الكارثة. لا، هون انت في لعبة انت بلشت فيها وعم تبني حضارة وعم تبني دولة من اول وجديد. جدا انا عجبني هذا الاشي وخرافي جدا، ما توقعت ان هالدرجة هي بتكون لعبة. طبعا هون عم يعطيني انه عندي نقص بالعمال، وهنا عم يعطيني صار نقص بالحرفيين، عندي زيادة بالحرفيين، عندي 40 واحد زيادة. العمل مطلوب 150، عندي انا 190 عامل عم يشتغلوا. طبعا لازم نأمن لهم شغل هذول العمال الموجودين جدد، فراح خليني احط لهم هاي هون. شايفين شلون احنا صرنا هلا صرنا نطالع الطوب او محط الطين صار يطالع لي الطوب، فالطوب هلا صرنا نحتاج فيه لحتى نبني مزارع اضخام واصعب. يعني شفتوا بالاول كنا عم نبني نحط للغنم عادي، فصرنا صرنا نشتغل بالخنازير عشان نطلع النقانق واللحم، مع انه ممكن من البخر طلع لحم اكثر من الخنازير، بس ما بعرف ليش، بس انه هيك حاطين لعبين مؤمنة فيهم. فلازم نستخدم الطوب. طبعا انا صار عندي 6 طوب فصرنا نقدر نلفل بينا. طبعا انا حكتفي بهذا القدر اليوم بهذا الفيديو، نشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله بكره. اذا عجبتكم هاي اللعبه حطوا لي عليها لايك، وانسوا تحت تكتبوا لي بالتعليقات شو اكثر شيء عجبكم بهي اللعبه. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.